نحن سعداء حقيقة بتوقيع هذا العقد مع شركة وادي النيل، وإن شاء الله بإذن الله مدة العقد 4 سنوات. سوف تبدأ الشركة فورا في استلام الأرض والتنفيذ، وإن شاء الله بإذن الله سوف ترون في الأيام القليلة القادمة حركة دائمة ومنوبة في محل العمل، لأن إن شاء الله بالتوازي سوف نبدأ في إنشاء جامعة القاهرة الفرع الدولي، وفي دلوقتي مقدمين على ترخيص المبنى الرئيسي في الفرع الدكتور طارق، وهو محاكاة لمبنى الشوب هنا. أستاذ الدكتور طارق عبد اللطيف، أستاذ في قسم العمارة كلية الهندسة جامعة القاهرة، والمسؤول الفني عن المشروع كباحثا رئيسيا من مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة. البحث الرئيسي بيعتبر كأنه استشاري لهذا المشروع، استشاري في التصميم والإشراف على التنفيذ. الحقيقة هو طلع القرار حاليا بأنه إمضاء مع جهاز المخابرات العامة شركة وادي النيل لتنفيذ المشروع في حوالي 4 سنوات. المشروع بتاع الجامعة شخصيا كان مفروض ان هو الفرع الدولي لجامعة القاهرة، كان هيتم التعاون مع جامعات بره بحيث ان كل جامعة تيجي تبني فرع هنا ليها على حساب الجامعة بتاعت بره. نفترض ان جامعة نوتنغهام مثلا مع تجارة هيعملوا اتفاقية ويبنوا هنا فرع لنوتنغهام، يخشوا الطلبة بس بأسعار مخفضة عن انجلترا، ويقول لجامعة القاهرة في خلال مثلا 15 سنة أو 20 سنة. فبالتالي جامعة القاهرة ما تتكلفش في البناء، وفي نفس الوقت يبقى الأساتذة اللي بتدرس أجانب بعد شوية يعلموا أساتذة مصريين، ويبتدي بعد شوية المصريين هم اللي ياخدوا الليد في المشروع. الشركة طبعا وادي النيل شركة شهيرة ومعروفة، وشركة تفخر بها مصر كلها والمصريين. وعايز اقول لكم انه السعر الذي وصلنا اليه مع وادي النيل كان اقل في حدود 200 مليون